صباح الخير. اختفى جزء من هذه الجزيرة بسبب البركان اللي ضربهم قبل 3600 سنة، ويعتقدون بأن هذا البركان هو اللي دمر الحضارة الميسونية وصار الجفاف في هذه الجزيرة. وبعد البركان صار جوع في هذه المنطقة، فهاجر سكانها إلى منطقة البرقة في ليبيا، وأسسوا عدة مدن من ضمن المدن الخمس في ليبيا. حددوا تقريبا تاريخ البركان، قالوا بأنه 1500 سنة قبل الميلاد، وبعد البركان تمت فيها زلازل خفيفة وقوية لين غير شكل المدينة كاملة هذه أو الجزيرة كاملة إلى شكل الهلال تقريبا. شيب متلحف، هاريوقنا طلع ماركم الفندق هذا زين فيه بلك ريوق لين الغرفة لين ريوقك، لين هذا المكان استريك فيه طالع ماكم شوفه. استوت المدينة هاي مهجورة لين ياها يتا عائلة اسمها دوريناس سكنوها، مش بنياس دوريناس، انتو طلعوا اسمعوا كلامي لا تشوفون لكل دوريناس. والعائلة يقولكم هذه سموا ثيرا، سموا المنطقة ثيرا. بعد ما سكنوا ثيرا يتم حروب هني، وسكنوها البيزنطيين المنطقة هذه، وعقبها استوت لحكم الأتراك لين صارت الثورة اليونانية وحرروها من الأتراك المنطقة هذه. سلقة ورقم واحد. والحين اسم هاي الجزيرة سانتوريني، تقع جنوب اليونان زي ما خبرتكم 200 كيلو من هني. المنطقة السياحية رقم واحد، مناظرها جدا حلوة. باقي لنا كم من ساعة برد مرة ثانية أثينا. أقول حق شو يوم أتكلم لازم تكلمني شو؟ أقول له بناخذ دراجة وراح نتمشى، قال لا لا من يسني تيسني أنا بصير أخذ دراجة بصير وياك. يلا أنت خذ أربع. لا بأخذ ثنتين طايرين. أوكي. هناك كنيسة يا جماعة، أنا أقول هاي مسجد كانت. طع شكلها كيف مرة. أنا أقول مسجد هذا مش كنيسة. شوفوا كيف هذه كنيسة، بس أتوقع كان مسجد. شوفوا طالع، أتوقع كان مسجد لأن أشوف المحراب هناك. شوفوا في محراب هنا. رحنا بنتأجر دراجات، قالوا لنا لازم لسان دولي، واغلب المحلات كانت مسكرة. اخذنا تاكسي الى اويا، منطقة اويا 15 كيلو تبعد. بناخذ لنا كم من صورة فيها وبعدين بنروح المطار عشان ارجع اثينا. نمشي طالع ماركم، نحن في أزغة هاي منطقة هاي فنادق محلات. هاي عندهم بوية، شوفوا يأجرون قطوة، وهذا ظني حرس السن.
هذا المعرس ما شفتوه؟ وكل العروس ماله هناك يصورونه، عقبال اللي ما عرسن يعطون العروس المصورة المصور. منطقة جميلة ما شاء الله، الأمان عالي فيها، حتى شرطة ما تحصلهم ولا حد يسألك أنت رايح وين جاي من وين، ولكن زي ما قلت لكم ما تصلح حق الصغار هاي المنطقة، إرسال الناس كبار أوكي يعني. أشوفكم كلكم تطالعون هاي، أطالع عمركم، شفتهم كلهم يشربونها، طلبت منها طلعت قهوة باردة مضروبة بالخلاط وحاطين فيها ثلج. دكتور اشتري نظارات والله ما ادري اذا اخذوا وحده نفسها اذا اشترونها ثاني. شوف بصورك بالنظاره يعني مبروك على النظاره دكتور، بس يمكن يشلونها عن الطياره. لا يا ابني ما تصاحب اذا شلوها، بس ما اخذ حتى منك يعني نظاره اسبوع بطل. اوكي إقامة كانت جدا جميلة في سانتوريني، يوم واحد بس، مجرد اكتشاف وتسجيل حضور، يوم ونص، يوم واحد 24 ساعة. والحين قلت لكم مشكلة الدرايات، الله كريم. لحظات كانت حلوة في سانتوريني صراحة، ويوم واحد شي تروح وترجع لها طابع يعني، هذه الرحلات السريعة، الشعب متعاون اللي واجهناه، الفنادق متعاونة يطلعوا لك البوردينج، تروح له تقول له طلع لي البوردينج. مرحبا الشعب محمد، علومك وعلوم اليونان. أسعد الله مساكم ومسيتكم بالخير. وصلنا طال عماركم أذنا، صار بي واحد من الشباب موجود هني بسير شوف أخباره، وإن شاء الله رايحين نفس الفندق، يبنى الفندق وبرد نفس الفندق، رايحين يعاني بعند غدا هذا. أسعد الله مساكم، رحلة جميلة من الآخر صراحة، رحلة سريعة، أمس رحنا ورد يوم ردينا، وسكننا نفس الفندق لأن الدكتور قال أبوي خلك على الفندق محترم فنان جديد، ما أدري مجدد ولا جديد ما أعرف. الدكتور أنا من زمان أسافر وياه، لازم يكلم الحرمتين، عنده حرمتين ريال لازم يكلمهم، أعطيته 10 دقائق قلت له تكلمهم يا برا روح، مسافر معاه من زمان عنده نظام، قلت له يا أخي خلاص أنت الحين ريال شيبه فوق 50 سنة، بس كل يوم تكلمهم، قال خلاص أنا عودتنا الحين قطع العادة عداوة. كلمت الحريم خلاص؟ لا ليش ما كلمته؟ ما حد رد عليك؟ ملوا منك، صار لك 30 سنه تكلمهم كل يوم. بس بعد كم؟ شوف عيالك في امريكا بتخرجوه بعد، ها؟ الحين شوف لبس ستيك، ها؟ انت غدا ستيك فنان، اوكي؟ شكل الشاورما عندهم يغري. شيء نابح عندنا الله يستر.
الشاورما عندهم يغري، فقلنا ابوي ما في غير ناكل شاورما. هذول انت ايش تسوي لي؟ ها؟ شو تسوي لي؟ سياحه والله. سياحه؟ يمدحونا كلهم يعني. بسير وياك عم بسيح وياك بعد؟ حاضرين، ليش لا؟ حسب جاي بروحك. حسب بروحي انا جاي وياك. جاي وياي اوكي. يلا المهم انتم عارفين جاي مع منو. عباب انت هناك ورا اخر الباص مركب قدام. انا ما اقدر اقول لك لا. ايوه شي يبغاك؟ شي يبغاك؟ انا ما اقدر اقول لك لا. شي منك نيه بدي اعرف. جاي والله سياحه يا قلبي. سياحه. يمدحونها. يمدحونه والله جاي بنك جاي بني يا قلبي. يا دكتور يا بني دكتور يا بني وانا بعد يا دكتور. رايحين بلاكه طال عمركم. اشياء حلوه عندهم. خذ ميداليات. تبغى ميداليه خذ. منطقة بلاكا مطاعم ومحلات اللي بيعتني يطوف عليها منطقة زينة كل شيء عندهم. اليوم المزاج كوكونات زي ما يقولون. آخر شيء قال له سيم سيم. يدون الموضوع سيم سيم. قال له سيم سيم. شنك تاكل ناري مو بس كريم فنان ما شاء الله. إذا تبي الناس تسولف معاك حط لك أي شعار شيء شو العالم اللي يقول لي هلا مدريد واللي يقول لي يتكلمون شيء منهم يخربط عربي. بس استغربت من شغلة عندهم مصابيح عندهم ما أدري يا ناويين يتوبون يا المصباح دخيل علينا من عند الناس هذيل يعني لأن هذه الحضارة قديمة. حديبة منها دونكي ملك. مستوي اللي عندي اليوم ها؟ آه بس مع عبادي الجوار مستوي على آخر بيئرة ايه سمعوا انتو بس. اليوم يوم جميل يعني من ثلاثة ايام كل ايام جميلة ثلاثة ايام سفر. يوم متين احنا الاثنين جينا من الامارات الثلاثة رحنا سنتوريني طيارة الاربعة ردينا بطيارة من سنتوريني يعني ثلاثة ايام كلها احداث ما ارتحنا صدقون. رحلة تم صراحة رحلة مش طبيعية والله يا جماعة طافت شرات الحلم علينا أمس ما أدري كيف سرنا وردينا بسرعة شيء ما كملنا وايد لازم يسولف تعرفونه ما يخليه هي لف لف يمين لف يلا لف يلا. منطقة جميلة حق التسوق ما شاء الله يعني كل محلات تسوق الناس ما تيجي لأن الصيف شوي حار أما الوقت هذا ما شاء الله كلهم محلات كلهم على سوق بي كله حق الحريم. بنصور لكم شغلات حلوه حق الحريم بس فضيحه ولا بنصور شغلات وايد حلوه عندهم. ما فينا بعد. سوينا مشكله الحين. الدكتور هذا مشكله الدكتور اللي عندي انا يا جماعه مشكله. كل ما اشوف شيء قال لي تعال، زين روح قل له تعال اباك تشوف. يا خذ فكنا يا اخي. ساعه تعال 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 تعال.
عزاك ما تي. قال لي دكتور عندي سؤال لك دكتور. فكنا ما في فكنا دكتور، السؤال وايد مهم انا لازم اعرفه دكتور. السؤال دكتور شو رايك الواحد الزوج انتين تمام يعني؟ يعني انت مؤيد يعني ما في مشاكل؟ الحمد لله تأيد يعني دكتور. هل يعني خلوا ابويا دكتور ممكن تاخذ ثالثه؟ ثالثه؟ ايه ممكن اذا حد اعطاني بيت. اوكي يعني ما عندك مشكله خلاص عشان بعشيك سوشي اليوم على اساس انك انسان جامد اشوفك يعني. اليوم الدكتور يا جماعة ناوي الشر. عشوة سوشي اليوم ناوي الدكتور. مساء الخير مستر قرباش ديونان، ترحب بكم ودبي ترحب بكم. والله تبلهنا عليك والله ما شاء الله عليك. أبا تروح اليوم الله الله في الله الله في الله الله في ودني معاك والله ودني معاك. نروح نستكشف الأماكن الحلوة هاي معاك.